اول حاجه نبدا نتكلم عليها هي يعني ايه ميكانيكال فنتليتور، ايه الديفينيشن بتاع ميكانيكال فنتليتور. ميكانيكال فنتليتور هو عباره عن لايف سستيننج ديفايس that supports or replaces spontaneous breathing of the patient. Spontaneous breathing هو ده التنفس التلقائي اللي بنقوم بيه من غير اي مساعده خارجيه. عامة نقدر نعرف two components هم دول اللي بيساعدونا في عملية التنفس، أو هم دول المكونات بتاع عملية التنفس. المكون الأول هو respiratory muscles، المكون الثاني هو ال breathing control system. Respiratory muscles هي بتقوم بال effort بتاع respiration، وال breathing control هو ده اللي بيحدد ال timing بتاع ال respiration، هو بي initiate ال respiration بالنسبة للإنسان. فلو هما الاثنين، واحده بالنسبه للريسبيراتوري ماسل تعتبر سفيشنت يعني كافيه وسليمه، والبريذنج كنترول سيستم موجود يعني انتاكت، فبيقدر البيشنت يقوم بسبونتينيوس بريذنج من غير اي مشكله خالص. لو حصل ان في احد المكونات دي في مشكله او كلاهما، بنحتاج عندنا يبقى في ميكانيكال فنتليتور. على سبيل المثال، في نوع من انواع الابلكيشنز الميكانيكال فنتليتور اسمه سبورتد سبونتينيوس بريذنج. في الحالة دي بيبقى respiratory muscles تبقى ضعيفة، وفي نفس الوقت ال breathing control موجود، فبالتالي اللي احنا بنعمله هنا ال mechanical ventilator بيقوم بمساعدة ال respiratory muscles عشان تقوم بال effort بتاع respiration في وقت ال respiration. ال patient هو اللي بيحدد الوقت لما بيجي ياخد نفسه، ال mechanical ventilator بيساعده عشان يقوم بالعملية دي ويقلل ال effort اللي محتاج يعمله. حالة تانية controlled ventilation، بنتكلم بقى في الحالة دي ان في عندنا مشكلة في ال breathing control، فبيسكلي ما فيش عنده حاجة بتinitiate ال breathing، فبالتالي عنده مشكلة لو سبناه كده ما يقدرش يتنفس. فبالتالي هنا بقى في الحالة دي، سواء كان ال respiratory muscles سليمة او فيها مشكلة، ال mechanical ventilator بي replace العضلات وال control system بتاع الانسان، فبيشتغل بيعمل ال two jobs في نفس الوقت، فبنسميه controlled ventilation. ممكن يبقى بعض الاحيان في عندنا ميكشر من الاثنين، فممكن يبقى في عندنا حاجه اسمها ميكسد فنتيليشن، ممكن يبقى بيعوض بعض الضعف في الريسبيراتوري ماسلز، وفي نفس الوقت ممكن يبقى في عندنا البريذنج كنترول موجود بس في ريستريكشن، او ما في يعني ما هواش ثابت او ما هواش يعني ستيبل. فبالتالي بنحتاج ان احنا نعمل ميكشر من الثلاث انواع دول، وزي ما هنشوف بعد شويه في عندنا حاجات اسمها مثلا انترميتنت كنترول، او في عندنا حاجات بنسميها مثلا يعني حاجة زي مثلا بنعمل سبورت مثلا في وقت معين. ف يعني ده عبارة عن يعني بعض الحاجات اللي بنحتاج ان احنا نعملها علشان نسبورت البيشنت ونسستين الحياة البيشنت اللي هو محطوط على الفنتليتور.